عندك 16 دقيقة يعني بالك هي الحي إذا ظل تستنى فينا أرايد أكيد. وين وصفنا الزلمة بالضبط؟ وين وصفنا الزلمة بالضبط؟ اتصل علينا شفير الطرق صاحبنا تعرمي وقال إنه شاف على الالتفاف على الكوربة حي طولها 4 متر ولا 5 متر حكا يا 4 يا 5 4 5 متر كلمة وأنا بصدقش بس بدنا نلاحق ونشوف وين الحية في المنطقة هاي أظني في المنطقة هاي في المنطقة هاي في المنطقة هاي لقدام شوي كلمة في الحية استنى 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 لقدام هناك 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 استنى 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 أيوة 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 تعال 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 علي علي هات العصا هات العصا هاي الحية خلص يا زلمة امشي العصاية هاي الحية دير بالك طبعا هاي الحية اطول انواع الحياة اللي بتصير عندنا بفلسطين هاي هي الحية اللي بيقولوا عنها 5 متر و 3 متر طبعا هي قديش بيجي طولها يعني فيها بالضبط الايدي هاي الحي اللي بيقولوا عنها الناس طبعا لما بشوفوها 3 و4 متر و5 متر شايف بس هي مترين وهاي ممكن يصل طولها 3 متر هاي الحي مش سامة من مرة شايف لونها بيجي سادة وهاي حرام قتلها يعني حرام حرام انها تنقتل لانها احلى حي عندنا بتعيش بفلسطين ومش سامة ومن اضخم الحياة اللي عندنا الفلسطينيات الاصل شايف مخملها وبتخمل اكثر من هيك تطول لحد 3 متر وانا هذيك المره شفت واحده مدهوسه على الشارع بس خساره هاي بتاكل العرس الكبار اكثر شيء بتحب العرس بتموت على العرس بتنظف العرس فحرام عشان هيك تنكتل مش سامه ولا مؤذيه الحيه حتى بتتواجدش عند الطور هاي كثير مش زي النوع اللي بتواجد بين الطور هاي سلط على الفران العرس الكبار يعني قبل سنه انا حطيت واحده عندي وجربت اطعمها عرس كبار فكانت تاكل العرسه اللي بتوزن نص الارنب طلع محلاها شايف مكبرها طلع شايف خملها يعني بدنا نقول طولها طبعا كانت بتنفخ في اسمها طولها قديش بيجي يعني فيها 1.90 متر يعني ما يقارب المترين حي حلوه كثير بتجنن طلع طلع محلاها طلع طلع ابعد ابعد طلع مسرحها على مسرحها شكلها قاطعة الشارع هي وبدها تطلع فوق شايف ما احلاها طلع كيف بدها يعني حراشف زي حراشف السمك طلع كيف زعبان تطلع فوق شايفها رائد هذا اللي غلبها دير بالك تطلع طبعا شوفير الطرق حاول يدهسها اللي اتصل علينا والحمد لله انه ما دهسها فكان لي قطعت في الجهه هاي روح شوف لي في كيس في ال جيب لي جيب لي العصا شوف لي كيس اشي في السياره طلع وين دخلت هاي ايوه هات في ملان زي هاي معي طبعا احنا حكيت هاي راح ناخذها ونفلتها في محل بعيد بعيد عن البشر عشان لا تندهس ولا حدا يقتلها طبعا اللي بيشوفها بخاف منها طلع ما اخملها شايف حيه بتيجي هاديه جدا طلع ما اخملها لما تنفخ اسمع اسمع شوف العرض تبعها هاي المحلاه والحراشف تاعتها شوف راسها كيف بيجي حلو طلع راسها كيف بتجنن طالما اخملها
شايف؟ بتنصح هاي كمان تطول كمان، واذا كانت انثى راح توصل هاي 2.5 3 متر. طبعا هات نشوف. طبعا هاي الحيه انثى مش ذكر. الكيس لما نحطها في كيس خلص هاي مسكت الزمش. احنا جبنا العصاه فكرنا انها حيه سامه. هاي الحي بيجي لونها اسود فاتح فاتح فاتح، يعني مش زي العربيد هيك تيجي نقول عساك. يعني هاي احسن حي بتعيش هنا واحلى حي بفلسطين. طبعا العربيد بيجي زيها بطول زيها.